محاضرة رقم 9 مبادئ السلامة والصحة. المقدمة نظام إدارة الصحة والسلامة HSMS هو نهج منظم وضعه صاحب العمل أو الشركة لتقليل خطر الإصابة والمرض. إنها تحتوي على تحديد وتقييم السيطرة على المخاطر التي تعرض لها العمال في جميع العمليات في مكان العمل. لذا يعد نظام الـ HSMS مكونا رئيسيا في أي عمل تجاري، ويختلف تطبيقه وفقا لنوع ومكان وطبيعة العمل. إن نجاح A successful HSMS include but not limited to the following 7 elements. يتضمن نظام الـ HSMS الناجح على سبيل المثال للحصر النقاط 7 التالية. أولا، الإدارة تحتوي على التزام وتوجيه. تحديد وتقييم. ثانيا، تحديد وتقييم المخاطر. 3، السيطرة على المخاطر. 4، التدريب الاستجابة للطوارئ. 5، الإبلاغ عن الحوادث. 7، الاتصالات. إن هذه العناصر تستخدم لتنظيم بروتوكول COR Audio، ويتم تفعيلها في دورة تطوير برامج السلامة بغية نجاح نظام الـ HSMS. بالإضافة إلى هذا الخط المنهجي، يجب على المنظمة الالتزام أيضا بالتحسين المستمر، ويتم وصف ذلك بعملية Check Plan Do Check المثبتة بالشكل رقم 1 والمقدم من قبل المعايير الكندية CSA. بلان تخطيط، دو اتخذ الإجراءات، تشيك تشيك افحص وتشيك، وأكت واتخذ ما مطلوب لأجل تفادي المخاطر. تضمن المراحل 4 في دورة البلان دو تشيك أكت ما يلي. أول شيء خطة تحديد المشكلة وتحليلها. قم بتطوير واختيار حل محتمل. 3، تحقق من قياس فعالية هذا الحل. 4، فإذا كان فعالا قم بإجراء التحسينات اللازمة. تسعة اثنين، why implement a health and safety management system. ما الغاية في تطبيق نظام الصحة والسلامة؟ يجب على كل العاملين في المنظمة أو اللي في شركة، المنظمة نقصد بها شركة، بالنسبة للعاملين في المنظمات أو الشركات، يجب أن تكون الصحة والسلامة من المواضيع المهمة. أظهرت دراسات أن المنظمات الملتزمة بمعايير الصحة والسلامة تحقق النجاح من خلال نظام الـ HSMS لما فيه من الفوائد، وتطبق كما يلي. أولا، يمكن لنظام الـ HSMS الفعال أن يساعد في صنع الفعال فترة can be help preventing injury and property loss. يمكن لنظام الـ HSMS الفعال أن يساعد في منع إصابات وتقليل الخسائر في الممتلكات. ثانيا، تقليل التكاليف. ثالثا، دعم العناية الواجبة. 4، تطوير النهج الاستباقي للصحة والسلامة من خلال نظام الـ HSMS وعناصره الأساسية، ما يؤدي إلى فوائد مالية وثقافية على المدى الطويل. تسعة ثلاثة،
تطبيقات نظام إدارة الصحة والسلامة Practice of Health and Safety Management System من خلال المراجعات الحثيثة لأدبيات حدوث الانفورم سبع ممارسات تتبعها الشركات لدعم الصحة والسلامة بنجاح في مكان العمل وبذلك عمت أيضا وذلك عمت هذه عممت هذه بكتاب بعنوان مسارات النجاح في السلامة علما بأن هذه المسارات لإنجاح الـ HSMS هي تخصص موارد الصحة والسلامة تحديد اتجاهات وتوقعات واضحة من خلال سياسة الصحة والسلامة تعيين ومراقبة مسؤولي الصحة والسلامة الانخراط المباشر والتعامل مع العمال هاي أولا Management Involvement and Community can be shown by Allocation و Setting Clear و Assisting Hazard Identification تحديد المخاطر هي عملية تستخدمها الشركات لتحديد المخاطر الحالية والمحتملة وعلى سبيل المثال وليس الحصر انظر الشكر رقم 2 أول نقطة هي عمليات التفتيش ثاني نقطة هي تحليلات مهمات العمل ثالث نقطة تحديد المخاطر الخاصة بالمرجع الإبلاغ آخر نقطة الإبلاغ عن المخاطر السيطرة على المخاطر السيطرة على المخاطر النقطة الثالثة السيطرة على المخاطر وين النقطة الثالثة السيطرة على المخاطر Hazard Control Hazard Control includes the method, technique, procedure and act taken by a company to reduce eliminating تضمن السيطرة على المخاطر الأساليب والتقليل والتقنيات والإجراءات التي تتخذها الشركات لتقليل إزالة المخاطر على الصحة والسلامة من خلال ضوابط المخاطر والتسلسل الهرمي وتشمل إزالة أو استقلال ضوابط السيطرة أول نقطة هي Eliminating or Substitution إزالة أو استبدال ثاني نقطة Engineering Control السيطرة الهندسية السيطرة أو الضوابط الإدارة أو السيطرة الإدارية استخدام معدات الحماية الشخصية PPE ويعتبر الخط الدفاعي الأخير النقطة الأخرى التدريب training. التدريب هو نشاط منظم يهدف إلى نقل المصطلحات والعمليات لتحسين أداء المستلم أي العاملين أو المساعدين على تحقيق المستوى المطلوب من المعرفة أو المهارة ويشمل التدريب على سبيل المثال للحصر التوجيهات التدريب الحالي والخاص بالتوظيف أو الصناعة تقييم الكفاءة Emergency Response خطة الاستجابة للطوارئ تخطيط الاستجابة للطوارئ يتضمن الإجراءات والأساليب والتثقيفات التي وضعتها المنظمة أو الشركة على سبيل المثال الاستجابة لحالات الطوارئ المحتملة مثل الحريق والانفجار وإلى آخره يجب أن تتضمن الخطة على سبيل المثال للحصر مسؤوليات تدريب الأشخاص الرئيسيين في موقع ومكاتب الطوارئ تأمين الموارد الكافية إجراءات الطوارئ المختلفة وما بعد الطوارئ التدريبات والتقييمات لقياس الفعالية يعني فعالية السيطرة على حريق أو على حادث تحدث في المؤسسة أو المنظومة Incident Reporting and Investigation الإبلاغ عن الحوادث
والتحقيق فيها يجب الإبلاغ عن الحوادث والتحقق فيها تعتبر ردود فعل نتيجة الحوادث بالإضافة إلى الإبداء يجب أن يتم تسجيلها وإعداد الإحصاءات وتحليلها لتحديد الاتجاهات والاحتياجات وشكرا لإصغائكم.